دنيا باطمة تتعرض لمضايقات من طرف محمد تورك بعد تدوينته الأخيرة. يبدو أن المنتج البحريني محمد تورك طليق الفنانة دنيا باطمة لم يتجاوز بعد محنته الأخيرة، حيث خرج بشدوينة جديدة على حسابه بتطبيق سناب شات أثار جدلا واسعا بين متابعيه. وشارك محمد تورك طليق الفنانة المغربية دنيا باطمة عبر حسابه سناب شات تدوينة غريبة جاء فيها يروح غالي ويجي غالي، اللي ما يتعدل يتبدل، الدف يا عمي. وقد تفاعل الجمهور بشدة مع هذه التدوينة، حيث أثارت تساؤلات حول معناها الحقيقي ومن كان المقصود بها. ومن جهتها لم ترد دنيا باطمة على هذه التدوينة ولم تعلق عليها بشكل من الأشكال، وبدت مستمتعة بحياتها الجديدة بعد طلاقها من محمد تورك. ورجح النشطاء أن محمد تورك لازال متأثرا من طلاقه عكس الفنانة المغربية دنيا باطمة التي تجاوزت الأمر منذ مدة ولم ترد على أي من حملات محمد تورك ضدها. وتجدر الإشارة إلى أن محمد تورك غادر المغرب بعد كثرة المشاكل بينه وبين زوجته وبعد حدوث طلاق بينهما، وقرر العودة لبلده البحرين بجانب أسرته وأبنائه، تاركا وراءه بناته غزل وليلى روز من طليقته دنيا باطمة، ساعيا للبحث عن حياة جديدة.